دول تلات دول تلات ملاعق رز، تلاتة I think I am sure I counted. دول تلات ملاعق رز. Number one، بسم الله، واحد، اثنين، ثلاثة. ثلاث ملاعق من الأرز المشطوف ومتصفي of course عشان الميكروب والبكتيريا. نمبر 2 الشوفان، سيان سليم أو مطحون، معلقتين فقط لا غير فوق الثلاث ملاعق من الأرز. ميرسي على الناس اللي بتديني قلوب حمراء، أنا شايفة آدي واحدة وآدي الثانية. اثنين من الشوفان، اثنين من المكونات الجبارة اللي بتعمل تغذية وتفتيح وتبييض، ربنا يبيضها في وشكم يا رب بحق اليوم الجميل النهاردة. وهتعملي ايه يا أبي؟ ثانك يو، متشكرة خالص على تحياتك والورد الجميلة الحلو. هجيب مية تكون مغلية عند متصف متبردة، مغلية عند متبردة، شوفوا درجة ايه علشان احاول ان انا اخد طريقة تعقيم مظبوطة. حطي مية كفاية فوق الكمية دي، يعني بمقدار صباعين فوق المكونات مية. اعتقد انتوا شايفين الكمية زي ما انا قلتلك، الثلاث ملاعق رز كفاية جدا. ده احنا كمان هناخد منهم لوصفيات تانية، هعلمك ان ده هيكون اساسك وخزينك. ده كده نمبر وان. هتحطيه على نار علشان يتسلق، يا اول ما هيغلي وطي النار عليه ونزلي النار على قد ما تقدري وغطي، لا يغطى في الاول لانه هيفور اند يبهدلك ويزروتلك الدنيا. يا لما بيستوي، ايه السرعة دي؟ يس، لما بيستوي بيكون هذا هو شكله. طيب هوريكي عن قريب اكتر. بيكون هذا هو شكله، شفتي شكله عامل ازاي؟ ده خزينك. سيان هتعملين منه خلطايا للبشرة او خلطايا للتفتيح او خلطايا للشعر، ده اساسك من ثلاث ملاعق ارز ومعلقتين شوفان. هاخد منهم شوية على قد احتياجاتي والباقي اقدر احطه في كيس بلاستيك في الفريزر. هاخد من الكمية دي شوية حلوين. الاول واحد، معلقة كبيرة مزلقطة. alright thank you حبايبي. اثنين، ملعقة كبيرة تانية مزلقطة. الملعقتين دول هأعمل منهم خلطاية مختلفة شوية دلوقتي، وهخلي الخلطاية تحت دي هنا على جنب. يستحسن لما يستوي ويبرد تحاولي ان انتي تحطيه في التلاجة لو حبيتي، بيعيش في تلاجة اسبوع بس فقط. That's the key. اوكي، هنا المفتاح، حطيتيهم؟ يس، ايوه حطيتهم. هتحتاجي عليهم ملعقة لبن بودرة فوقيهم. لإيه يا أبي؟ هقولك حالا، امشي معايا خطواية بخطواية. ثانك يو على القلب اللي جميل النونو ده. معلقة لبن بودرة فوق الخلطاية بتاعتي. ايه تاني يا ابي هتحتاجي؟ هحتاج ان انا ادمجهم بالبلندر. ادمجهم بالبلندر ليه؟ انا هدمجهم الاول، يعني هقلبهم، هضربهم ضربايا جامده موت جدا قوي خالص بل مدفعيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ابني قال لي مشتغل، انا معرفش بقى، هاجرب ناو. وهحاول ادمج اللبن البودره بتاعي الملعقه واحده بس فوق الملعقتين من الخليط الاولاني. طب ما انت كان ممكن تقلبيهم. طب هطحنها ازاي؟ لازم اطحنهم عشان اوصلهم لدرجه الكريمه. بيكون مستوي بريحه عشان حرام عليكم يعني.
50 جنيه استرليني امبارح والنهارده صعب. بحاول ان انا اطحنهم وانعمهم، هما بيكونوا مستويين ومعجنين جدا اوي خالص زي ما وريتك في الاول. تقدر تستعملي الرز المصري احسن of course. هتاخدي عليهم حاجة ما تنفعش للناس الحساسين عند المتحسسين، هي الليمون. الليمون واللبن البودرة مع الخلطة دي لوحدهم كده فطاحل وسود. Thank you حبيبتي، على راسي تحياتك. Thank you. وحنزل بنقطتين ثلاثة أربعة عشرة ليمون، لا مش عشرة، يعني نص عصرة ليمونة كده، لأني محتاجاها عشان أكمل التغذية. وحاولي إن أنتي تاخديها من غير البذرة، في واحد نط. Yeah. That's it. أخدت نقطتين يعني مش كتير. أوكي. وهبتدي أدمجهم مع الليمون. وريحي. شوفوا يا جماعة، أنا لما بعمل شير على الأكاونت بتاعي هنا في حاجة بعملها سبب. يعني إيه؟ يعني بفكر الناس بالقديم بتاعي عشان يفهموا انا هعمل ايه. هما الناس القدام بس اللي فاهمين، لكن الجداد مش هيعرفوا، هيفتكروا ايه دي بتتفاخر باللي بكتب لها. لا لا لا، مش هو ده اللي عايز يقرا كل حاجه مكتوبه عندي على قناه اليوتيوب. انتي دلوقتي تقريبا خلطتيهم مع بعضياتهم كويسه، تمام؟ يس تمام. وهنحاول دلوقتي نفك الأخ ده كده. بسم الله. وأوريكي التخينة بتاعته. Thank you حبيبتي على الهدية، على راسي تحياتك. وأدي التخينة بتاعته. بصي الخلطة دي لوحدها كده وركزي فيها، واستني وخليكي معايا، ما تروحيش الحمام، خليكي هنا، احنا مش هننام خلاص، احنا قاعدين مع بعضياتنا عشان نعمل حاجة سهلة لكل ست بيت. احيانا بتشتري انبوبة، هديكي علامة دلوقتي. احيانا بتشتري انبوبة من الصيدلية او من الاونلاين، بتكون فيها مادة ساحرة كده جدا بصراحة، وعليها مواد اضافية فعالة من المواد الحافظة، واحيانا بيبقى مكتوب عليها ماسكات تفتيح. اصل اللي بيخش المعامل بيشوف الاسرار. تمام؟ لا مش تمام، مش تمام خالص. دلوقتي انا عملت ايه؟ انا حطيت نقطتين ليمون بس باختصار فوقها، ومعلقه لبن بودر. هاخد الوصفاية كريمة بتاعتي دي اهي، وحنزل بيها في حاجة ألمنيوم او ستانلس ستيل علشان هبتدي اعرضها للنار. طبعا علشان الحر انا بحب اشتغل شوية حاجات ساقعة وحاجات ما تاخدش مني مجهود عشان ما ازهقش عند اعرق والكلام ده. اهي كل الدولة اصلا ملعقتين فقط لا غير، اهي بسم الله الرحمن الرحيم. يا بت اللذين راحت نطت، انت عينك فيها الصابونة. مش هروح تحت الترابيزة انا، كوبا تشيلك يا شيخ. اتي صابونة دوف، اوكي؟ دي مش هتاخدي كتير،
هتقولي دي ب30 جنيه، هتاخدي منها ملعقتين فقط، انا بوفر لك. هاتي صابون دوف ابشريه فما بشره ضيقه، هتاخدي منهم ملعقتين اتنين فوق الوصفايه دي، وممكن كفايه ملعقه واحده لو حبيتي، لو حبيتي توفري يعني. انا هحط واحده كفايه على دول اهي. ايه ده؟ شوفان ورز وصابون. وولعي النار عشان هنشتغل. لا بلاش دي، خلينا هنا عشان تشوفوا. يا وقلبي صابونة دوف بالملعقة فقط لا غير فوق ملعقتين الخليط السحري الأولاني بتاعك اللي حطيتيه من الأول أهو. أنا هعمل إيه دلوقتي؟ أنا هسخنه بس هنا على النار، بس هدخله وهخرجه عشان ما ينحرقش. يس. عند قليل الأدب اللي بيشتمناني مش هيعرف يشتمناني ناو. الود البت يعني اللي أمه ما عرفتش تربيه مش هيعرف يشتمناني ناو. كده أنا بعمل تدفئة بس مش أكتر للصابونة بتاعتي على النار مع بعضياتها خلاص. والخلطة الأساسية اللي أنا عملتها أصبحت بصوا زي الكريمة، شايفين؟ الرز مع الشوفان سحر، الرز لوحده برضه سحر، لكن الشوفان أسد كبير، والأسد الكبير ده بيديني نتيجة قوية جدا مع حبيبه. هو بيحب يتجوزه. أنا برغي بقى شوية على بال ما يسخن يعني. انت تقدرين تعملي البديل من بدل الصابون، هوريك البديل. بس ثانية واحدة نخلص الأولاني الزغلول ده ونحاول نقلب بعيد عن النار ونرجع ندخله تانية على النار عشان أسايح الصابونة ملعقة واحدة فوق الكمية دي. كان ممكن أحط اتنين بس احنا في دنيا غاليه ولازم احس بالناس يعني، ما ينفعش انا ابقى ست مبذره. alright يبقى بوفر ازاي للناس لما احط ملعقتين نو no. وهقلب وادخله عند خراجه alright عشان ادوب الصابونه بتاعتي تنزل مع الرز تندمج وتبوس في الأسد الكبير اللي هو الشوفان. ودخلها وخرجها عشان ما يتحرقش يا أختي. يس بابي يس. قلب واحد يتيمة اتنين. تصدقوا انت حلال فيكم ان الواحد يقفل الكومنت اصلا؟ والله العظيم حلال مش حرام. الحاسه بالذنب وتأنيب الضمير ايه؟ لا طبعا مش فارق. anyway انا ما بكسبش حاجه كده كده، او اخش اي حاجه اصلا كده كده مش فارق معايا. كده كده قلبيه ودخليه وخرجيه. اوكي ثانك يو عليكي وعلى تحيتك الحلوة الجميلة. الله يقعد لك الهدايا دي يا رب كده دبل دبل. yeah. بنحاول ان احنا نسايح الصابونة بتاعتنا مع الشوفان مع الارز. خزينك عندك خلاص، انتي كده ست اروبة. yeah. يا اروبة يا ابي خليك عملك يا انت. نشوف هيحصل ايه. كده كده ابتدت تسيح الصابونه خلاص وابتدت تشوف الدخان. بتعرفي منين يا ابي الدخان بتاعها بيطلع؟ بيبان ان هي سخنت. طالما سخنت تبقى ساحت خلاص.
هرجع تاني على الكوبايه بتاعتي وهنزل الخلطه دي. ما ينفعش تسخنيها في الميكروويف، الميكروويف صعب عشان انت لما بتعملي الحاجه بتبصي عليها بعينك، يعني you see it by your own eye، بتراقبيها بتحس بيها بتشميها، انما الميكرويف بخداع، الميكرويف بيخدعك بيديكي ايحاء بالنور الخفيف فما بتبقيش شايفة كويس. وادي الخلطة بتاعتي اهي اللي عليها الصابونة، تمام حلو كده. ما تروحيش بقى الحمام، خليكي هنا، مش هنعمل حاجة تانية من غيرك، لازم تبقي معانا. وهننزل عليها بملعقة معجون أسنان أبيض، مش هقدر أقول اسمه عشان تبقى دعاية، معلقة معجون الأسنان وهو دافي، وهو دافي. الخلطة دي حققت نجاح فعلا هايل جبار، وهقلب عشان ادوب معجون الاسنان للتفتيح مع وصفتي، مع وصفتي دي. ايه الجديد؟ ما انت عملتيها قبل كده. يس في جديد، استني. اوكي هير وي جو. دوبي معجون الاسنان وهي دافيه، المفتاح في التركه اللي بقولك عليها، وخشي عليها بعد كده بالبيكنج صودا. هتاخدي عليها نص ملعقة من البيكنج صودا. بيكنج صودا مع معجون الأسنان عن تجربة شخصية بقولك it's perfect. اللي هي بيكربوناتو، يا بيكربوناتو، وكمان عليها بودرة المسك لتحسين الريحة بتاعتها، نص ملعقة من بودرة المسك عشان ابقى باخد حاجة متدلعة. بودرة المسك او المسك السليم اللي هو شبه صابون العود او whatever، وابتدي ادمجهم مع بعضياتهم. ابتدت تعلى وتفور وتندمج. خليكي سريعة في التوقيت ده. تاني. اوكي. كريم ماسك تفتيح للنمش بالتدريج، للبقع الداكنة اللي في الكفوف بالتدريج. ثانك يو يا حبيبتي على الهدية. وتاني، هو انتي ليه يا ابي دايما لما بتقلبي بترفعي فوق؟ هقولك حالا. في الاول كانت هشة قوي ورفعتها حسيت ان هي لسه هشة، اخدمها تقوم تنزل شوية، ولما برفعها كده لفوق وبنزلها بحس انها ابتدت تبقى كريمة. الاضافة الوحيدة اللي هي الدلع it's up to you، على مزاجك لو انت عايزة، لو مش عايزة it's up to you. الجوز المطحون في الهون المتنعم اللي عملت لكم منه وصفاية الخميرة امبارح، عشان اخد منه فيتامينز ودلع في الوصفاية بتاعتي أصلي، هنزل بالجوز بتاعي، معلقة كبيرة من الجوز إذا متاح. مش متاح كفاية عليك الوصفاية لحد كده، بس استني خدي الفاينل، استني عليا وخدي الفاينل. الجوز ملعقة كبيرة علشان أخد زيوت من الزيوت بتاعت الأوروبيين. هو انت ليه بتدخلي الجوز يا ابي؟ لانه الزيوت اللي فيه زيوت رهيبه بتعمل حاجه زي السحر في البشره. وقلبي الجوز بتاعك في كريمه التفتيح. المسك ريحه الكريمه حلوه قوي من المسك،
للفقراء لحد كده انت وقفي، ما تحطيش الجزء. للاغنياء اللي بيحبوا الحاجة الغالية اعملي اللي انا بعمله دلوقتي. تاني ادمج الجوز في كريمة التفتيح الاوروبية الهايلة، وهنزل عليها بزيت الورد اللي انا صنعته من الورد من الزيرو امامكم في فيديو لايف كان على اليوتيوب. هاخد عليها شوية بمقام ربع ملعقة، اهي ربع ملعقة شاي او نص ملعقة شاي، مش كتير يعني. بديل زيت الورد زيت اللوز الحلو. شوفي هي كده مظبوطة. ده برطمان بيعيش فترة طويلة جدا 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 في التلاجة. الزيوت ما تزوديش فيها لان احنا مش عايزين الماسك بتاعي يبقى بيزلحق، نو احنا عايزينه يكون ثابت البطل. مفتاح الماسك ده اللي ابهر الناس في اليوتيوب من غير الجوز اوريدي، انك انت لما تحطيه على بشرتك ما تخافيش منه خالص. بصي انت بتعملي مساج كده وبتسيبيه. هنا في جوز، التانية كانش في جوز. هنا في زيت ورد، التانية كانش في زيت ورد. معجون الاسنان المبيض مع البيكنج صودا تريحيه وتسيبيه شوية وتعملي حاجة وتفتكري وتعملي مساج. لازم تدليك الماسك لتشريب البشرة نمبر 1 في الميديا اللي هي بتاعة الماسكات. كلهم بيحطوا الماسك وما بيقولوش اللي انا بقوله، هما مش فارق معاهم انتوا اصلا. هو فارق معاهم ان هما يطلعوا لكم الوصفة ويجروا عشان الاعلانات تخش والفلوسات تتحول باختصار. لكن انا بديكي الحاجة وبقولك اللي انت المفروض تعمليه بسهولة واللي انت تعمليه بعد لما تحطي الماسك بتاعك. انا فهمتكم وسبته وارجع اعمل مساج. والمساج بتاعي بالشكل ده الدائري على البشرة. اصبحت بايد عجوزة فيها نمش وايد صغيرة ما فيهاش تجاعيد ولا نمش من كتر ما انا بعمل ماسكات على ايد واحدة امام الكاميرا. يا ناس التغذية من الماسكات الاساسية الاصلية، وبكلم وبريح وبسيبه وبعمل تاني مساج. سامعين؟ على فكرة ده مش الصابون بس، دي هي معلقة صابون اصلا ما حطتش الاتنين. اوكي وهفضي في برطمان واسيبه يرتاح شوية طويلة حب. ده اللي بالجوز. خلينا في برطمان شيك عشان الناس الاجانب. اغسل ايدياتي بس. والله ايدي بيضت. اوكي وابتدي اعبي الخلطة بتاعتي اللي ممكن تعيش في الشتاء في التلاجة في الصيف في التلاجة. ماسك هدية من أبي لندن ووكر للأجانب، بصراحة هو مش هيقعد لي ده هياخدوه. بس أنا هعمل حاجة تانية كمان. خليكي معايا ودعميني واديني قلوب حمرة من فضلك علشان تحيتك تهمني.
سيبيش حاجة في العلبة. وده شكله اهو. لا يغطى الا اذا برد تماما عشان ما يعرقش ويبوظ. على بال ما انا عبيته وخلصت الشغلانه وسبت ده يرتاح صح، هرجع تاني اعمل عليه مساج. هو انت بتعملي ايه؟ بشرب البشر. ثانك يو على حبيبتي الامراء، خدي تاج الجزيره السلطانيه ده. انا بعد ما بخلص بخش اشوف مين اللي اداني الهدايا على فكره. وادي الماسك بتاعي اهو، ابتدى تشربه بشرتي. ماجيك، سحر من جوز اللي داخل، من الزيوت اللي خارجه منه. الماسك اختفى، بشرتي شربته، ساب لي لمعه في جسمي من ثانك يو، ساب لي لمعه من جسمي في جسمي من الزيوت المستخرجه من الجوز. اختراع رهيب بصراحه. وهبتدي ادخل عند الميه بتاعتي وابل ايدي سي حبيبتي، وابتدي اغسل البشره بتاعتي بعد لما يتشربوا. هو ده اللي محدش هيقوله لك اصلا. اوكي، وابتدي اشطف ايدي من الماسك. سبحان الله، مفعول جبار. المفعول بتاعه جبار، اقسم بالله العظيم. ايدي من هنا بيضه ومن هنا لا. Oh my god. If you couldn't believe it, do it. وانت هتشوفي، اعمليها وانت هتشوفي اهو.